السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هذا عطل بحير كتير فنيين رغم انه عطل كتير بسيط. طبعا هذا العطل انا استلهمته من التعليقات، لهيك صورت عليه فيديو لما جاني هيك عطل. لما تحط الفيش بالكهرباء او تشغل الشاحن بيشتغل معك الضوء الاخضر، بس على السيري ما بيطفى الضوء، يعني انت بدون ما تحطه على الشحن السيري بيضل شغال. تمام، يعني العطل اللي فيه اصلا هو انه قاطع فيه الفيوز، فلما بدك تفحصه لما يكون مقطوع الفيوز اما يكون مضروب بالدارة او مضروب شيء عنصر بالدارة، المهم في عندك عطل بالدارة. فوقت اوصل الفيوز بيشتغل عند الشاحن بيخرج كهرباء، بس طبعا احنا دائما بنجرب على السيري، بس لما نجربه فيضل ضوء السيري شغال والشاحن بيقلع بيخرج كهرباء. تمام، فهذا العطل شو بيكون؟ بيكون عندنا ديود، هذا ديود مو كل تقيس الديودات مو كلها مضروبة، يطلع واحد منها او اثنين مضروب. هلا بنشوف على الافو ليكون هذا عامل قصر. تمام، اذا بدي اقيس هون ما في قصر، هون ما في قصر، وهون ما في قصر. تمام، فاحنا احيانا بالعطل هذا بيحيرنا، ليش؟ لانه دخل، يعني دخل على الشاحن اداره التغذيه كهرباء وخرجت كمان لانه اشتغل الضوء. فلهيك نستبعد او بعض فنيين يستبعدون العطل باداره التغذيه، فممكن يكون انه يقول مكثف او دارت او اي سي الام خاصه بالفصل والوصل تكون هي السبب او سبب بالخارج يعني. فهذا الشيء كثير شائع، ولكن انه انت تجزم انه الدارة التغذيه ما في شيء، لا غلط، لانه 90% اصلا من العطل هذا بيكون بدارة التغذيه. فممكن يكون عندك احد الديودات مثل ما قلنا، او بيكون مكثف ال 400 عامل تسريب او شورت. تمام، او ممكن يكون عندك الفوتوكابلر تكون كمان عامله يعني عطلانه فبيسوي عندك هذا العطل. اما لما يكون مضروب الموسفت فما راح يقلع خالص، او الترانزستورات الخاصين بالتقطيع. تمام، فهلا انا راح ابدل هذا الديود او احط راح اركب هذا الديود نفسه ونشوف على السيري كيف يشتغل، يضل شغال ضوء السيري مع انه عم يخرج يدخل كهرباء. شوف بالنسبة لهذا العطل لازم انت وقت تحط الشاحن بالكهرباء لازم ما يشتغل ضوء السيري. تمام، طبعا عم نحكي بدون وطوشه على البطارية، فاذا ضل شغال ضوء السيري معناته في عندك عطل بدات الدخل. طيب شو هي الاسباب وشو هي الاعطال المحتملة؟ طبعا راح احكي كاعطال 90% انه هذا العطل اللي هو السبب، او 100%. اذا الا اذا كان في عطل هيك شوية خفيف بالخرج نحكي عليه بعدين في فيديو ثاني ان شاء الله تعالى. بالنسبة للأعطال المحتملة بالدخل، أول شيء تفحص الأربع ديودات إذا فيها واحد مشورت، إذا ما فيها ولا واحد مشورت تسحب كليات الأربعة وتفحص كل ديود لحال. ممكن يكون عندك واحد عامل تسريب، يعني تقيسه بقيس على الجهتين يعطيك قراءة، فهذا تبدله بيمشي الحال، أو تبدل الأربع ديودات بيمشي الحال لأنه هي سعر تكلفتها كتير ضئيل. ثاني احتمال المكثف الكبير 400، اما يكون عندك عامل قصر، يعني انت بعد اذا كان هو جربت تمام وشلته عن الكهرباء كان في هذا العطل بتفضي الشحنه منه وتفحصه على الافو. اذا اعطاك شورت او زمور على الجهتين فبيكون المكثف عطلان عامل قصر، او ممكن يكون المكثف نفسه يكون نشفان، او ممكن يكون مسرب تسريب. تمام، فالمكثف انت بتشيله بيبين معك من جوا اذا فيه تسريب او لا، بيكون على اجر احد الاخطاب للمكثف في عليه اكسده وطالعه شوي من محله مثل هيك. تمام، او بيكون المكثف منشف بس ما في لا قصر ولا مبين عليه اي حروق او انتفاض او شيء، هذا بيكون يعني منشف اسيده على الاخير بدونه مساوي اي ظواهر. فانت بتجيب مكثف ثاني وتجرب محله وتشوف، تمام، يبين معك اذا قلع ولا. العطل الثالث والاخير هو الفوتوكابلر. الفوتوكابلر اذا كان فيها مشكله فراح يضل شغال عندك الضوء. طبعا ليش هذا العطل يعني شبه خبيث؟ لانه الشاحن بيشتغل معك بس لمبه السيري بتضل شغاله، دليل انه في الشاحن فيه قصر او فيه سحب امبير اعلى. فهمت كيف؟ لازم احنا الشاحن لازم وقت نشغله على السيري ما يسحب اي امبير. ممكن اول ما تحطه على السيري تمام يشتغل لمبه السيري وبعدين تطفى دغري، فهنا الوضع طبيعي، فلازم ما ضل شغال مستمر الا اذا وصلته على البطاريه وبلشت تشحن
بالشاحن لحتى تشتغل عندك لمبة السيارة، لأنه يصير في سحب من الشاحن، سحب أمبير، تمام؟ هاي الأبطال. ثاني شيء أنا بإذن الله تعالى بالفيديوهات الجاية بدي أحاول قدر الإمكان إنه إذا أنت كنت تستلم أي بوردة كانت، طبعاً مو شرط بوردة شاحن، مو شرط بوردة شاشة، مو شرط بوردة أي شيء، تمام؟ يعني أي دارة إلكترونية فيك أنت تحللها وممكن تصلحها. وطبعاً أنت بس فهمت شوية الأساسيات والأمور، كيف تقرأ البوردة أو كيف تحللها، فمعك معك تطور وبتصير بتصلح أي دارة كانت. طيب مثل هيك عنا، طبعاً هاي دارة براد، تمام؟ أنا تعرفون بنشر صيانة شاشات وانفرترات وشواحن وبشتغل ميكروويفات وحتى غسالات، تمام؟ فأي دارة إلكترونية أنا فيني أحللها وأشتغلها دام أنا عندي اطلاع منيح بالإلكترونيات، فكلياتها تقريبا متقاربة، يعني تختلف فيها المعالج التحكم وإلى آخره، يعني أنت بس عرفت ترتيب الدارة، فحتى بالنسبة للمعالج والمتحكمات البقية ما تاكل همة، تمام؟ تعرف أن حصل عطل فيها إذا كانت هي عطلانة، وإذا ما كانت هي عطلانة فبيكون مكونات اللي حواليها بالدارة، فتكون هيك بتعرف تشتغلها. بس أنا حالياً ما عم نزل هاي الفيديوهات عم بحكي عنها، لأنه أنا بدي شوية هيك القناة ترجع تتنشط، لأنه صار لي فترة كثيرة ما نشرت عليها، فشوية القناة يعني هابطة. فأنا بدي منكم يعني أنتوا بإذن الله يعني ما تقصروا إن شاء الله تعالى، تعليقات وإعجابات، آسف على الضجة، عم صور مضطر بالمحل. طبعاً الفيديوهات اللي حكيت لكم عنها راح يكون تصوير بإذن الله، صوت المدير مازي، الدقة تكون ممتازة بإذن الله تعالى. طبعاً راح أصير التصوير بالبيت بإذن الله تعالى، بس بدي منكم تتفاعلوا مع الفيديوهات اللي نزلها وتعملوا مشاركات للفيديو. ويعني طبعاً حالياً أنتوا أي عطل يخطر ببالكم أو أي دائرة تمام جت عليكم بدكم تشتغلوها وبدك تفهمها، فحط بالتعليقات اشرح لنا عن الموضوع كذا، اشرح لنا عن الموضوع كذا. أنا باخذ من التعليقات وحالياً عم رد، يعني أنا من أول امبارح لليوم رد تقريباً على شيء 75 تعليق من القدامى طبعاً والجداد، فعم حاول رد قدر الإمكان. فأنتوا علقوا بالأعطال اللي تجيكم، وأنا بإذن الله تعالى منه أخذ فكرة وصور لكم عنها هذا العطل، وبنفس الوقت بيكونوا أنتوا حطيتوا تعليقات وساهمتوا شوية بانتشار الفيديو. طبعا بالنسبة للشاحن اللي كنت عم اشتغله هلا، أنا آسف والله العظيم بعد ما شلت الديود وبدي ارجعه، إنه يعني ارجع القديم وأعلمكم إنه كيف صار، ليش يعني كيف شغالة سربة السيارة، وكيف بدي بعد ما بدله بركب الديود الجديد وكيف يشتغل. والله كنت أساس أنا عم صور، تمام؟ بعد ما خلصت كل شيء وعم بشرح وكذا على 24 وما أدري أنا بحالي، بعد ما عم صور والله العظيم. فبعد ما طبقت الشاحن 24 وسلمت لصاحبه يلا، لحتى إنه انتبهت. طبعاً أنا تاني هاد شفت الفيديوهات اللي صورته، عم بعدها عملنا مونتاج ولقيت إنه الفيديو مو القسم الثاني مو كامل، فحبيت أنا أطلع فيها وأوضح لكم الفكرة. وطبعاً بالنسبة إنه في الشاحن اللي اشتغلته قبل شوي اللي ظهر عليكم بالفيديو من قبل شوي، فبالنسبة للمصداقية اللي متابعين القناة ومتابعين فيديوهاتي راح بيعرفوا، واللي متابع جديد يشوف الفيديوهات اللي عم نزلها أنا، وبإذن الله لحاله لا شعوري راح يحس بالمصداقية. وبس هذا كله، بتمنى منكم الدعم والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.